اندم. اندم ان انا اتجوزت. يعني في الراجل مننا ما يستغناش عن الست ابدا. الله، من ايام ادم وحواء، ادم لازم يبقى فيه حواء. انت مجنون. ده انت هتتزل ذل يا جدع عشان اتجوز. انا عارف يا حنف، ده قضانا كلنا. يا سلام، مفيش في الدنيا دي راجل متجوز مش مزلول من مراته يا حنف. بس مزلول بمزاجه بقى يا حنف. احنا اتخلقنا عشان الستات تذل فينا. ومن غيرهم بننزل برضه. ما انا قايل كبرنا على كده. ما انا عايش كده سلطان زماني، معايا فلوس عايش، ما معيش عايش، وهي ماشيه. نفسي يا حنف كده ربنا يهديك تتجوز زيي. مش عايز اتجوز. انت مالك ايه؟ انا كنت زيك كده. ايه يعني؟ صدقني كنت زيك. اقول العزوبيه، العزوبيه دي فقر. ايه بقى فقر؟ يا راجل اسكت، مفيش في الدنيا دي اجمل واحد يرجع بيته يلاقي واحده زي القمر مستنياه. تلاقي هدومك، اكلك، حاجتك، حد يسال عليك، حد يكلمك، حد يتنفس معاك يا جدع. ترجع واحده كده في البيت قاعد كده يلوي تتجنن. انا حظي وقع في بنت زي القمر. يلا دور انت كمان وانا هشجعك. اسمع كلام، انا اسمع كلامي. تخيل انت معايا وانت راجع من شغلك كده حنفي، تعبان محران وجعان، وجري على باب بيتك عشان ترتاح، ترتاح وتاكل لقمه وتنزل تكمل شغلك، وداخل بيتك كده ولا ليك ولا عليك، تفتح الباب وداخل تلاقي دي في خلقتك كده عامله لك كده. يا تتسرع، يا يجي لك جلطه، يا اي حاجه. سلام. اتجوز عشان اتسرع؟ الله، ما تجيش من الغريب، تيجي من مراتك دي. يا سلام. انا بهزر معاك يا راجل يا جدع، بس عايز رايي. اللي قال ان الجواز ده نعمه ياخد جايزه. نعمه ايه؟ ما بتدومش غير شهر واحد اندامت بس. يا راجل شهر؟ انت بتتكلم كلام غريب يا حنفي. الجواز يدوم شهر؟ أه؟ انا ليا واحد صاحبي قعد متجوز 3 سنين يا حنفي. 3 سنين؟ ثلاث سنين لا اشتكى ولا فتح بقه ولا كلمه. الله اكبر. كده 3 سنين كده. امال ايه؟ 3 سنين في عيال يا استاذ بتستحمل. احنا بقينا هنتجنن عليه. 3 سنين كده ما تهزش. 3 سنين متجوز. 3 سنين بس بقى اتجنن وجاله تخلف عقلي. ولين عظام وكساح وحول سنتين ومات. بس اسمه برضه مشي 3 سنين. انا زي ما بقول لك، هو ما بيدومش غير شهر واحد وبعد كده المشاكل بتبدا. مشاكل ايه؟ المدام حامل، المدام بتتوحم، المدام هتولد، مصاريف مستشفى، مصاريف ولاده. المدام ولدت كذا مره جابت لك زوربه عيال. العيال كبرت، العيال دخلت المدارس، العيال دخلت الثانوي، العيال صدت في الامتحانات، العيال عايزين مدرسين خصوص. ويا ويلك بقى من حكايه مدرسين خصوص، يبقى قدامك حل من اتنين، يا تنتن يا تنتن. ايه تنتن؟ يعني يا تنتحر يا تنحرف. طب ما تتجوز واحده غنيه. غنيه مين يابا؟ احنا الزمن ما عادش فيه اغنيه خلاص. لا 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 لا، بس غني عن غني يفرق. طب دي ابوها حرامي، اتجوز واحده ابوها حرامي؟ وانا هتجوز ابوها؟ انا مالي ومال ابوها؟ ابوها حرامي يتفلق، وهو الراجل وافق على الجواز ومن غير ما يشوفني.